النهارده هنعمل طبقات البيتزا بالكبده الاسكندراني. تيجي ونشوف هنعملها ازاي. هنحط الزيت في الطاسه، هننزل بالبصل على الزيت. اول ما البصله تبتدي تدبل هنزل بالفلفل، وهحط فلفل الوان كمان، وهنتبلها بالملح، فلفل، بودره ثوم، بهارات، وشويه حبهان صغيرين، وهنقلبهم كلهم مع بعض. وعندي كبده بقري مقطعاها رفيع قوي مكعبات، هحطها على الخليط اللي عملناه. وبعد ما الكبده استوت هحط عليها البقدونس. بالنسبه لعجينه البيتزا، انا جبت عجينه باف باستري وقسمتها جزء فردته كبير خالص، وجبت 2 لايرز وعملتهم كده في السايز ده. في الطاجن بتاعنا هحط عجينه الباف باستري اللي انا فردتها، وهنحط صلصه انا متبلاها ببودره ثوم وبصل وتوابل. وهننزل بأول طبقة حشو في البيتزا، وهنحط على الحشو من جوه موتزاريلا حسب الرغبة، وهننزل بلاير من عجينة الباف باستري على الحشو جوه الطاجن. هنحط صلصة على طبقة العجينة، هننزل بالحشو فوقيها، ودلوقتي هحط موتزاريلا تاني، وبعد كده هحط طبقة الباف باستري وعليها الحشو موتزاريلا، وبعد كده هقفل وهعمل طبقة كمان بنفس الطريقة الأولانية وهقفل عليها، وهندهن على الوش صلصة. وبعد ما خلصنا البيتزا بتاعتنا هنحطها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة. وبكده يبقى خلصنا وصفتنا النهاردة، وهي طبقات البيتزا بالكبدة الاسكندرانية. أتمنى أن الوصفة تعجبكم، مستنية أعرف رأيكم بعد ما تجربوها. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.